السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 8 الموجات الصوتية للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. المسألة 29. كالعادة بنقرأ المسألة ونحدد المعطيات والمطالب ونختار المعادلة المناسبة. ما تردد، إذا بدأ بالسؤال، التوافقيات الثلاثة الأولى لنغمة أحدثت على وتر مشدود طوله 31 سنتيمتر، قسمته على 100 حولته للمتر. إذا كانت سرعة الموجات على الوتر لها هذا القيمة، في سمول هي سرعة الموجات، هو بده F1 F2 F3. كتبت هنا المعادلات اللي ممكن تختار منهم. أي معادلة حنختار؟ حنختار هذه المعادلة، ومنعوض عن N بما يقابلها، ونستخدم المعادلة التالية Fn وتساوي ل N في F1 عشان ما نكرر. فينا نستخدم هذه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هاي التوافقية الثانية، التوافقية الثانية، وهي التوافقية الثالثة. وفي أمان الله.